هل صحيح أن العرب كانت إذا رأت تاء التأنيث في الكلمة فإنها تجعلها مؤنث، ولذلك جعلت الملائكة إناثا؟ هذا كلام ما له أصل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقولون إن الجاهلية يقول إن الله تزوج من الجن فأنجبت له الملائكة، كذا يقول أهل الجاهلية، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، يعني أنه تزوج منهم تعالى الله. نعم.